السلام عليكم، يسعدني في هذه الأثناء أن أقرأ لكم قصيدة بعنوان كن قانع. كن قانع يا بنادم، عالج حالك، لا تخلي الهم يغلب عليك. كن قانع باللي أعطاك الله، واهتم بحالك وخلي عليك الغير. حاسب نفسك قبل ما تحاسب غيرك، واعطي لنفسك قيمة، وصل الأرحام، وديما بادر بالسلام، وخلي لسانك قنديل تضوي به طريق الناس، وكون فيهم أرزين وحكيم، ويديك ليهم ممدودة، راس وايع بالدالة والعمر قصير. يا بنادم، يا بنادم، لا تسكت على كلام الحق، فضح الظلم في كل مكان، حكي على المحاين، قول اللي كاين، حتى على الدل، حكي على الدل والقهرة اللي منها يعاني الإنسان. قول اللي كاين، حكي على الدل والقهرة اللي منها يعاني الإنسان، وأسباب التمرد والعصيان. يا بنادم، لا تدير من الحبة قبة، ولا ترد الكريم بليد، لا تخلي السم في عروقك ساري، لا توقف في طريق الناس حجرة، ولا تكون هبيل، تبيع ناسك وكلامك تكون فيه فائدة، ماشي غير هدرة ناقصة زايدة. خلي قلبك، خلي قلبك بيض حليب، ولا تعت ولا تغتر بنفسك، وفي اعمالك لا تكون ديب، واجمع اسم الكل غريب، وانسى الحرام، انسى الحرام ودروب الاجرام، وياك تلعب بك الايام. هذه قصيده من مجموعه القصائد، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى من جميع الاخوان، من جميع الإخوان يشجعونا حتى تستمر القناة، والدعم ديالكم هو اللي كيخلينا نزيد القدام. وشكرا لكم جميعا.